صباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وجولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. لماذا؟ سؤال نوجهه لأنفسنا عندما نواجه بنكران الجميل، سواء بموقف بسيط يمر مرور الكرام أو جحود يبقى عالق في النفس والذاكرة. لنطلق عبارة: لن نصنع المعروف إلا لمن يستحق. خليكم يا أحبتي المشاهدين نستمع إلى بعض الآراء. نعم أحبتي المشاهدين، متواصلين وياكم، صباح الخير. صباح النور. شلونك حجينا؟ جميلة. إن شاء الله تكونوا بخير. الله يخليك. الله يخليك. عندنا سؤال حابين نطرحه على حضرتك، شلون تتعامل ويا ناكر المعروف؟ والله هي هاي شغلة قديمة مو جديدة علينا. المعروف موجود والإنكار إله موجود والتقييم موجود أيضا، كل الأشياء موجودة بالحياة، تتبع الشخص وتربيته وسلوكه والوضع اللي هو عايش فيه. إذا تعرضت أنه إذا صادفك أشخاص أنه نكروا المعروف، هل موقف أنه راح يخليك تبتعد عن هذا الموضوع؟ هاي تبقى يمك، يعني يم الشخص اللي، يعني مثلا أنا شخصيا رد الفعل إيش راح يكون عندي؟ أما واحد من اثنين، أما أنه أقطع الصلة بهذا الشخص وأنتهي، وأما أحاول وياه محاولة ثانية وثالثة. والإنسان دائما يحتاج إلى فرصة، يعني يحتاج إلى فرصة ثانية حتى هل يظهر حقيقته. يعني لربما هذا الشخص تعرض إلى ضغط معين وقطع علاقتك بيك أو نكر معروفك، بس هي واضحة الشغلة. يعني اجتماعيا تراكم الاجتماعي يقول: ومن يصنع المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندبه. نعم أحبتي المشاهدين، متواصلين وياكم جولتنا الصباحية. صباح الخير. صباح الخير. إن شاء الله بخير. حفظك الله يسلمك. شوية بس أريد أوجهك على الكاميرا، شلون تتصرف ويا ناكر المعروف؟ والله الصراحة أني الجاهل اللي ينكر المعروف وياي. اي أيوة، وما امطي اهميه، لانه ما يستاهل انه اقعد اعاتبه واكبر من شانه، لانه هو ما يستحق هذا العتاب صراحه. اذا تعرضت لهذا الموقف انه نكران الجميل، هالشيء راح يخليك تقطع المعروف عن الكل؟ لا لا لا، هذا الموضوع لا تربيتنا ولا ديننا السمح يخلينا نتصرف في التصرفات. انت كشخصيه تعرضت لهذا الموقف؟ اكيد وايد. شلون صرفت وياه؟ اتجاهله، يعني انا اتجاهله بالبدايه، اضوج وانقهر وهاي، بس بعدين اوصل النتيجه انه اتجاهله، يعني افضل الي. وهي مشكله من تتجاهله تبقى حسره بداخلك انه ما تقدر تتجاوز هالموضوع. خلي يعني، واحنا بصراحه يعني أمتنا ونبينا الكريم دين الاسلامي يحثنا انه على تقديم المعروف. اي تقديم المعروف، فاتجاهل الموضوع هذا واقول هو والله، يعني الله يحفظك. الله ممنون. يسلمك. ممنون ان شاء الله، احنا ما نتمنى لك تمر فيك موقف. الله يسلمك. اشكرك. الله يديك. ممنون ان شاء الله، نتمنى لاي واحد يمر فيك موقف صراحه. الله يحفظك. شكرا جزيلا. نعم احبتي المشاهدين، متواصلين معكم جولتنا الصباحيه، خليكم ويانا. نعم احبتي المشاهدين، متواصلين وياكم بجولتنا الصباحيه، ونلتقي باحد الاخوه. صباح الخير. صباح الخير. ان شاء الله بخير. الله يحفظكم ويسلمكم. عندنا سؤال، شلون تتعامل مع ناكر المعروف؟ ناكر المعروف يعني ايش شرط اقول لك؟ ناكر المعروف هسه حاليا بوقتنا الحالي افضل شيء انه تلتزم الصمت وتدير وجهك وتروح. المشكله حرقت كتلك. تقتلني ولا شو تجاوب؟ اذا تعرضت لهاي التجربه انه هذا هذا الشيء راح يخليك تقطع المعروف عن الكل؟ لا، معروف الثاني بالنسبه للارحام ما تقدر تقطع، تبقى تم صله الرحم بس بحدود، راح يصير شغلك كله بحدود. نعم احبتي المشاهدين، متواصلين وياكم بجولتنا الصباحيه. صباح الخير. صباح النور. ان شاء الله بخير. الحمد لله. الله يعزك. شلون تتصرف مع ناكر المعروف؟ ناكر المعروف يعني صراحه في وقتنا الحالي يعني دا نشوف هذا الشيء بكثره. صحيح. صح. انتشر. انتشر بكثره، يعني انه سأشوف اغلب الاصدقاء تلقى انه كذا صديقة وكذا شخص. بعدين عن الأصدقاء، يعني مرات أنت إنسان تتعرف عليه فتسوي له فتفضل أو فتفشي،
بعدين ورا فترة تلقى أنه من تريده بشغلة أو تنخاه على شغلة ما راح تلقى. شنو ردة فعلك إذا شخص أنه أنت عايش وياه عشرة عمر وبلحظة من اللحظات أنه ينسى كل شيء، يعني خصوصا إذا كان شخص مقرب إليك، شو راح تكون ردة فعلك؟ والله الصراحة بعد يعني أنت كل شخص وحسب بيئته وتربيته اللي عايش بيها، يعني أنت إذا مقدره ومقدم له وينكر المعروف فيعني أنت لابد إنه تبتعد عنه تعذره وخلص. أنا برأيي هذا يعني الابتعاد يكون أفضل شيء لك. أفضل. وفي الختام كلمة شكرا من أبسط كلمات الامتنان والاعتراف بالفضل والمعروف، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فشكرا جزيلا لكل شخص انطرأي بجولتنا الصباحية لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء.